يلا سنتي للاعداء. لا بنخاف ولا بنضاطي، ده احنا كرهنا الصوت الواطي. الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب ايد واحدة. ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك فوق انت مصري. انا مصاب ب 28 يناير، نزلت ميدان التحرير عشان وطني، عشان اغير النظام يعني زي زمايلي كلهم، ولكن لا نزلت في الدلة العباسية، ولا نزلت في وقعة محمد محمود، ولا نزلت مجلس الوزراء، عشان دول مؤسسات أصلية ومؤسسات ولا مؤسسات أساسية ومن مؤسسات البلد. فأنا لو رحت عملت مشكلة زي كده للأسف أبقى أنا بهدم بيتي بإيدي. ولكن إحنا نازلين النهاردة بنأيد المجلس العسكري وبنأيد الجيش عامة، ولازم نسند الجيش لأنه الناس ديت فعلا فعلا ظلمت. واحنا بنقول زي كده وبنقول على طول يعني فعلا الناس ديت ظلمت واحنا وراها، لو اخر نقطه في دمنا برضه احنا وراها. بس شكرا. دورنا عمر عبد العزيز، مصاب 28 يناير، نزلنا عشان نغير النظام القديم بتاع حسني مبارك. وطبعا اللي حصل في العباسيه الجمعه اللي قبل اللي فاتت ده غلط طبعا، ما يحصلش، لان الجيش كله اخواننا واحنا طبعا بنساند الجيش وعايزين البلد تستقر وقطاع تستقر. احنا حاربنا نظام فاسد، عايزين بقى البلد قطاع تستقر وهتستقر وهتمشي. احنا مصابين وشهداء الثوره، احنا اول ناس دمنا ضحينا في البلد دي بدمنا، دمنا في كل الشوارع. طبعا احنا اهم ناس عايزين من الجيش يحدد الاوضاع في البلد تستقر. الجيش لو كان عايز يضربنا ساعه التظاهر الاولاني في جمعه الغضب او في اي جمعه من ساعه قبل خلع النظام كان عمل فينا كده من بدري، لكن الجيش ما عملش معانا كده. واحنا عشان كده جايين نسلم الجيش النهارده ونقول له نعم للجيش، احنا واقفين معاك. واللي حصل في العباسيه ده ما كانش المفروض يحصل، لان هربوا الجيش دول اخواتنا واهلنا. عيب يعني ان احنا نتعدى على الناس دي ونقول لها هم كنا الثوره خلصت في 5 دقايق. فاحنا النهارده جايين نقول للجيش احنا معاك واحنا وراك واحنا مساندينك، واحنا بنقول نعم للجيش نعم للجيش نعم للجيش. اسمي حسن، اسمي حسن دراز، من اختلاف ثوره 25 يناير. اصبت في يوم 2/2 في موقعة الجمل. طبعا احنا جايين هنا على نوع اصابتك ايه؟ نوع اصابتي كان حصل عندي قطع في غضروف الركبه اليوم. احنا جايين هنا نتضامن مع الجيش وبنقول ان الجيش والشعب ايد واحده، واحنا على اساس انه لازم الجيش يساند البلاد ولازم نقف جنبه، لانه هو طبعا حجر اساس بالنسبه للبلد، لا يمكن نتخلى عن الجيش مهما كان. طبعا كان الشعار بتاعنا الجيش والشعب ايد واحده، وسيظل الجيش والشعب ايد واحده مهما كان، ولا يمكن ان نتخلى عن جيش مصر، لانه جيش مصر طبعا هو الحاجه الوحيده والامل الوحيد لمسانده الشعب المصري ايا كانت الامور وايا كانت الظروف. بالنسبة للشباب اللي نزلوا في العباسية، طبعا الشباب ده احنا ما نعرفش بالنسبة ليهم وضعهم ايه بالظبط، لانه طبعا اللي حصل بالنسبة لهم هيبقى خلل للثورة، ضياع للثورة، لانه طبعا لا يمكن ويمكن مهما كانت الامور ان احنا نتهجم على وزارة الدفاع بأي شكل من الأشكال، ولكن كان عايز يتظاهر في ميدان التحرير، ومكان التظاهر ومكان التعبير عن الرأي يكون ميدان التحرير مش أمام وزارة الدفاع. فبالنسبة للي حصل ده يعتبر نوع من الهمجية ونوع من الإلغاء لا يمثل الثورة ولا يمد الثورة بصفة من الصفات. شكرا. اتنين اتنين اخوانا. الخير أجيال الأرض.
يا جدعان نصرف فلوس خير على شباب الارض في الجيش واحنا نهملهم ونخونهم واي حد في الدنيا بيحب جيشه واحنا اولى الناس في جيشنا احنا المصابين احنا اولى ناس مصر بيحب جيشها لان احنا هو بصراحه الجيش اللي حمانا في بدايه الثوره لولا القوات المسلحه برجالها بجنودها العسكريه. المسيرات دي ممكن تتكرر خلال الفتره الجايه ان شاء رب العالمين احتمال تتكرر اكثر من مره لان احنا زي ما كنا الشراره الاولى في بناء في اقامه الثوره وكنا في الخطوط الاماميه فاحنا برضو بنرد الدعوه تاني بنقول للمصريين يا مصريين اصحوا ده جيشكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير اجناد الارض خير اجناد الارض جنود مصر فلن يهزم ولن يقهر ولن يخون ابدا جيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه خير اجناد الارض. قلت النهارده في لقاء مع اعضاء المجلس العسكري او مع احد من المجلس العسكري. ننتظر ان شاء رب العالمين ان احد قاده المجلس العسكري يتقابل مع مصاب الثوره لان احنا متضامنين معاهم كليا وبفضل الله سبحانه وتعالى وشايف حضرتك هذا الامور متضامنين مع الجيش متضامنين مع الجيش قاده الجيش ان شاء رب العالمين. بالنسبه لمحاكمة حسني مبارك المجلس العسكري طلع حسني مبارك على قفص تقفيصة قدام العالم العربي كله وقدام العالم كله رغم ان العالم كله كان فاتح دراعاته لحسني مبارك المجلس العسكري حبسه وطلعه عبره لمن يعتبر طلع حسني مبارك عبره لمن يعتبر واحنا مع تسليم السلطه ومع تأييد الجيش. شكرا. العفو. احنا مع تأييد الجيش ومع تسليم السلطه في ميعادها ومع محاكمات لحسني مبارك وحبيب العدل ولا مساس للجيش والجيش خط احمر. واحده الجيش والشعب بايد واحده الجيش والشعب العظيم يا جيشنا يا عظيم يا جيشنا يا عظيم يا جيشنا يا عظيم احنا المصابين احنا المصابين يا جيشنا يا عظيم يا جيشنا يا عظيم احنا معاكم اليوم الدين احنا معاكم اليوم الدين يا جيشنا يا يا جيشنا يا عظيم احنا معاكم اليوم الدين احنا معاكم اليوم الدين يا جيشنا يا عظيم يا جيشنا يا عظيم احنا معاكم اليوم الدين احنا معاكم اليوم الدين الجيش والشعب ايد واحده الجيش والشعب ايد واحده الجيش والشعب ايد واحده الجيش احنا الجيش بنحب بلادنا احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش بنحب بلادنا احنا الجيش بنحب بلادنا احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش بنحب بلادنا احنا الجيش بنحب بلادنا احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش نحميك يا مصر احنا الجيش بنحب بلادنا